حوالي 60 شخص اللي جايين أبو أشرف من أرقى وأهم شخصيات البلد، فبدك تدير بالك لأنه هاي الحفلة رايح ريعها للأيتام. ولا يهمك مدام غالي، أنت زبونتنا، شو بتحكي أنت؟ احنا أول مرة بنشتغل مع بعض. طيب شو الديسيرت منيو؟ هلا شوفي، حظك حلو جاي المناسبة بالصيف، الفواكه بتكون فريش، جاطين شمع مع جاطين بطيخ، شرحات حلوين هيك، وبخلي ام اشرف تعمل لنا الوافر الزاكر عليه كريمه هذا مع السلطات والمعجنات كله سوا. قديش بيطلع الراس؟ هي بتحسبي تيلي 60. 60 هنا. شوفي انا على الراس باخذ 15 من هذه، بس عشان للايتام حرام خطي 700 شيله بيلي. شو 700؟ يا عيب الشوم عليك، والله لا افضحك. لا يا ابو اشرف كثير هيك، هديك السنه كان هالقد على 100 شخص. مدام كل ما قل العدد كل ما زادت التكلفه، بعدين البيض والبنزين بالعلالي مدام فوق الايام. شو خص البنزين؟ لا ابو اشرف هيك كثير. مام مدام جوزيفين ات ذا دور ويذ ا مان. مام اوكي برينج هير ان، واي يو ليف هير ات ذا دور؟ صاروا جايين، يلا انت الله يعطيك العافيه ابو اشرف. بس مدام ما اتفقناش على سعر. بونجور غاليا، بعرفك على جون كلود غشا، حيشيل عنك هم الحفله كلها. بونجور مدام. انشانتي. انشانتي. مدام اذا هيك انا عيب اقوم هلا كمان شوي نتعرف على الجماعة. اي مدام غالية، خبرتني مدام جوزيفين عن الحفلة اللي عندك، وكان عندي كم اقتراح صغير حابب اعطيك اياه هون. اول شيء بالنسبة للعشرة انا بفضل يكون سيتد، وبنحب كمان نقدم الاومليت مع الكاروت مع الكوردون بلو، بس بالنسبة للنسوان الفيجيتيريان كنت عم بسأل شو حابة تقدمي لهم؟ مدام لشو كل هالتعقيد؟ نص خروف بلدي صغير جنب المعجنات والسلطات، طعم نص البلد. شو المنيو الدسير؟ للدزيرت في عنا جاتو عليها الكريم شانتيي، وكمان كاسترد وجيلو، شو رأيك؟ مدام مناسبتك جاي على الصيف، شو يعني فواكه وأحسن لك، شو الحكي؟ جريت اتفقنا، قديه على الشخص؟ مدام غالية، مدام جوزيفين زبونتنا من زمان، رح أعطيك نفس السعر يلي بعطيها إياه، وهو 50 دولار على الشخص. يعني 50 دولار على الشخص. ممتاز. طيب خلص، سعر كتير معقول، مش هيك جوزيفين؟ بفهمون. طيب سوبرب. مدام غالية، كم شخص في عنا الحفلة؟ حوالي 60. باردون؟ 60؟
بعتذر بس أنا ما بشتغل حفلة هالقد صغيرة. بس عازمين أصحابنا البزغة والصفغة، يعني مخلينها عائلية. سوري مدام، إكسكوزي مو، ما فيني أكون معك بالحفلة. بس حفلتنا بعد يومين. مدام جم إكسكوز باي. ها أبو أشرف، شو اتفقنا بالآخر؟ والله مدام إحنا جاهزين، بس أقل من 30 على الراس ما بتوفي، والأيتام لهم الله.